الحكومة الحالية رفعت شعارات متعددة من أجل محاربة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع والإفلات من العقاب ونهب المال العام، لكن سرعان ما تبين بأن هذه الشعارات هي شعارات للدعاية والاستهلاك لا أقل ولا أكثر، وهي شعارات انتخابية لا أقل ولا أكثر. واستمر الفساد، واستمر نهب المال العام، واستمر الإفلات من العقاب. هناك ملفات متعددة اليوم أمام القضاء لا زالت تراوح مكانها، هناك ملفات اليوم لا زالت تراوح مكانها، لم تتحرك رغم وجود قرائن وأدلة قوية بتورط مجموعة من المفسدين وناهبي المال العام في قضايا الفساد المالي، ورغم ذلك فإن القضاء لم يتحرك. الشعب يريد إسقاط الفساد.